من محافظة النجف تحديداً ومن كلية الصيدلة في جامعة الكفير. تأسست كلية الصيدلة عام 2016، انضمت إلى ركب الكليات الأهلية في العراق. ولما حققت هذه الكلية من إنجازات ستكون حلقتنا لهذا اليوم وجولتنا داخل أروقة هذه الكلية. خليكم ويانا. بنيت كلية الصيدلة على مساحة كبيرة جداً، هذا الأمر الذي وفر بناء بنى تحتية صالحة قادرة على استيعاب أكبر عدد من الطلاب ووفرت لهم بيئة دراسية صحية. أكثر ما يحتاج طلاب الصيدلة هي المختبرات المجهزة بأحدث الأجهزة ليكون الدرس ذو منفعة وجودة. يبرز أي تطور في كلية وجامعة من خلال توفر المعدات والأجهزة الحديثة وأيضاً توفر منظومة الاتصالات والأمن الوقائي الذي يوفر بيئة آمنة للطلبة. إبرام مذكرات التعاون العلمي المشترك ما بين الجامعات واحدة من أهم أسس تطور النظام العلمي في الجامعة في أي بلد كان، وهذا ما حققته كلية الصيدلة في جامعة الكفير. ويبقى الهم الأكبر لأي طالب هو مشكلة ما بعد التخرج ومدى مقبولية هذه الجامعة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبالتالي ما يسهل هذا أمر التعيين على الطالب. إلى هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم من كلية الصيدلة من جامعة الكفيل. نتمنى عام دراسي جديد مليء بالتوفيق والطاقة الإيجابية لكل الطلاب.